اهلا بيكم معانا النهارده في وصفه جديده. وصفتنا النهارده هتكون حلوه جدا وكمان صحيه ومختلفه عن اي وصفه. هنعمل النهارده كسكس باللحمه وكمان بالخضار. اول حاجه تعالوا نشوف مقاديرنا وبعدين نشوف ازاي هنعمل وصفتنا. انا النهارده هيكون معايا نص كيلو من الكسكسي، وكمان هيكون معايا ملح وفلفل وبابريكا وكركم، والخضار هيكون معايا عباره عن بطاطس وجزر وكوسه، بصله مبشوره، وكمان عصير طماطم، وكوبايه من الشوربه، ومعايا كمان حمص مسلوق. تعالوا يلا نشوف ازاي هنعمل وصفتنا.